أحلى بنات بالعالم، كيف كنت صغار كانوا كتير منح وانت عم بتابعنا لليوم. اليوم الفيديو رح يكون عن قصة الشجرة العجيبة، بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وكمان بدي أذكركم لأنه صوتي أنا كتير مرضانة، بس لا تنسوا هاشتاج حملة توصيل قصص الألعاب ل 60,000 مشترك. ويلا نبلش بالقصة. زوجتي بعد أن نفطر سوف أذهب لأحضر الحطب من الشجر. حسنا يا زوجي، هيا كلوا. حسنا يا أمي. بيض لذيذ، لذيذ جدا. وبعد الانتهاء من الطعام، حسنا يا زوجتي أنا الآن سوف أذهب. أمي هيا سوف نساعدك. حسنا هيا، معك الله، إلى اللقاء. سأرتدي الملابس لأذهب. يا إلهي، أرجو أن نجد الشجر. سوف أذهب الآن. يا لها من شجرة ناضجة وجميلة، سوف أقطعها الآن. سوف أقطعها. أين هو الفأس؟ نعم. لا تقطعني. من هناك؟ من هناك؟ من يقول ذلك؟ من؟ من؟ لا تقطعني أرجوك. لكن من الذي يتحدث؟ من الذي؟ أنا التي أتحدث. من أنت؟ من أنت؟ أنا الشجرة. يا إلهي، لكن كيف تتحدثين؟ أنا أتحدث هكذا. يا إلهي، أسعد، انتظر انتظر انتظر، لا تقطعني. لكن لماذا؟ أنا أريد أن أنجب المال لأولادي حتى أعرف كيف أربيهم. لكن إذا قطعتني لن أعرف أن أعيش ولن أوفر للإنسان الأكسجين. أرجوك أرجوك لا تقطعني. وما مكافأتي إن لم أقطعك؟ سوف أعطيك قدر عجيب. وما هذا القدر؟ إن قلت له هذا القدر قل أولا لا تنسى. أولا سوف أقول لك، عندما تريد أن تأكل تأخذ هذا القدر وتقول له ماذا تريد أن تأكل. نعم، وماذا هناك؟ بعد أن تقول له ماذا تريد أن تأكل سوف يقوم بطهي الطعام لك الذي قلته له. نعم نعم، أنا أحتاجه أحتاجه. تفضل، هذا هو القدر. أين هو أين هو؟ هو في الأسفل. سأذهب. انتظر انتظر، سوف أقول لك شيء. لا تنسى أن تسمي بالله عند استخدامه، وعندما تريد أن تكتفي من الطعام الذي يعده لك قل الحمد لله، لا أريد الآن، كفى. حسنا، وهكذا سوف يقف القدر عن الطعام. حسنا حسنا، أشكرك أشكرك جزيل الشكر. لكن وإذا لم يعمل هذا الطبق؟ إن لم يعمل تعال لي مرة أخرى. حسنا، إلى اللقاء. زوجتي. أين أنت يا زوجتي؟ زوجتي 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 زوجتي. ألم أتيت ولم تقطف الحطب ولم تحضره؟ لماذا؟ كيف سوف نوفر الطعام؟ زوجتي اصبري يا زوجتي، انظري إلى هذا القدر. وما بي بهذا القدر، عندنا واحدا مثله. سأقول لك قصته. نعم نعم. وعند الانتهاء من رواية القصة، لكن يا زوجي وإن كان ذلك كذب، قالت لي أن أعد لها. لكن كيف الشجرة تتحدث؟ لا أعرف، إنها من قدرة الله. يا ابنتي يا صغيرتي، لا أعرف، سوف نجربه إذا. حسنا، ابتعدوا قليلا هكذا. نعم هيا، ماذا تريدين يا زوجتي؟ رز باللبن. إذا سوف أحضره. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها القدر، نطلب منك أن تعد لنا رز باللحم. زوجتي، إنه يعمل، إنه يعمل، لكن كيف سوف نوقفه؟ حينما تقولين لي أن أكتفي فسوف أقول له كلمتي. حسنا، فليمتلئ القدر. الحمد لله يا إلهي، أظن هكذا يكفي. نعم، الحمد لله أيها القدر، فقط لا نريدك غير ذلك. زوجتي لقد توقف، الحمد لله الحمد لله. هي تعالى سوف نسكب للأولاد. رزا بالله، يا إلهي رزا بالله. الحمد لله الحمد لله. هيا اجلسوا سوف أضع لكم. حسنا، هذا لي ولك ولابنتك ولابنك الثاني. هيا هيا هيا، أمي ضعي لي. انتظري طفلنا، إنه رز باللبن فعلا. الحمد لله الحمد لله يا رباه، الحمد لله رزقنا بتلك القدر. هيا كلوا كلوا يا أولاد. بسم الله. زوجتي لذيذة جدا، أين تتذوق؟ لذيذة جدا جدا، الحمد لله. لن نأكل المزيد حتى لا يكون هناك كمية مقدرة من القدر. حسنا يا زوجتي، الحمد لله. زوجي، بما أن الله رزقنا بذلك القدر، سأقول لك شيئا. بما ذلك سوف نوزع على أهل حارتنا، لأنهم أيضا مساكين مثلنا، لا يوجد عندهم الكثير من الطعام. حسنا يا زوجتي، هيا يمكنك فعل ذلك. حسنا، سوف أذهب.
نحن في الصالة. الحمد لله الحمد لله، سوف أخذ القدر وأذهب لأرتدي ملابسي. هيا الآن سوف أذهب للقاء. إلى اللقاء. سوف أبدأ بإيم علي. من هناك؟ أم سعيد، كيف حالك؟ الحمد لله، سوف أعطيك هذا الطعام من هذا القدر. ولكن كيف حصلت على هذا الطعام؟ قولي لي. حسنا تعالي سوف أخبرك القصة. كيف حصلت على ذلك؟ يجب علي أن أذهب هذه الطريقة. حسنا هيا أحضري صحن حتى أسكب لك. حسنا هيا خذي أسكبي لي. إنه رز باللحم. إلى اللقاء إلى اللقاء. إلهي سأمر على الباقية. وعند الانتهاء من المرور وإعطاء كل جارة سحاء، أقصد حساء، لقد أعطيت كل من واحدة من جيراننا حساء من هذا، إنه لذيذ جدا. شكرا لك يا زوجي، وأنا أشكر تلك الشجرة. حسن هيا تعال سوف أحتفظ بها. حسن يا زوجتي. الحمد لله سوف أضعه هنا هذا القدر. الحمد لله الحمد لله. هيا فلننام. حسنا. وفي اليوم التالي، أرأيت يا زوجي رز باللحم. يا إلهي لا، كيف سوف نكتفي بذلك الرز باللحم؟ لذيذ جدا لذيذ جدا. سوف أقول لك على فكرة. قولي يا زوجتي قولي. ما رأيك أن نأخذ من هذا القدر ونذهب إلى الملك؟ على أساس إنه كان يكرهك وطردك من العمل، سوف نذهب إلى هناك ونقول له، وسوف نعطيه هذا القدر لنرضيه، وأنت تذهب إلى أين؟ إلى تعمل عنده. لكن يا زوجتي إن القدر ليس لنا. لا بأس، سوف نأخذه منهم، سوف نقول لهم أننا نحتاجه، إنهم لطفاء سوف يعطون إياه. يا زوجتي أنا لا أثق بك ولا أعرف. زوجتي اصمت يا زوجي، أنا قلت لك ما عندي. سوف أذهب وأطلب منهم القدر. حسنا. هي زوجتي لكن اصمت يا زوجي، سوف أذهب. حسنا. يا إلهي سوف أدق الباب. ماذا تريديني؟ ماذا تطرقين الباب بهذه الطريقة؟ يا إلهي أنا وزوجي جائعين جدا جائعين جدا جدا، نريد هذا القدر حتى نأكل منه، إننا جائعين. لا داعي لذلك الكلام، سوف أحضره. لقد نجحت خطتي. تفضلي ها هو القدر. شكرا 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 جزيلا، سوف أذهب. يا إلهي يا إلهي أنا خائفة على تلك المرأة. زوجي 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 زوجي، لماذا تفعلين ذلك؟ اصمتي قليلا، سوف أقول لك شيئا. أحضرت القدر ونجحت خطتي، فقط عليك أن تأخذ القدر وتذهب إلى ذلك الأمير والملك، أقصد ذلك. يا زوجتي أنا لا أنا أخاف جدا. اصمت يا زوجي، اذهب أنا بنفسي وأعطيه إياه. اصمت. لكن قلت لك اصمت، لا أريد أن تتكلم. تفضل في الغد تذهب. حسنا. وفي اليوم التالي، زوجي 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 زوجي. يا إلهي ماذا تريدين مرة أخرى؟ إلى الساعة 5 صباحا، هيا اذهب بنا الآن. إنه نائم لكن اصمت، خذ القدر واذهب. حسنا سوف أذهب. يا له من زوج عديد، سوف نصبح أغنياء. يا إلهي هذه مرأتي، لا أعرف، سوف أدق الباب. يا إلهي. ماذا تريد؟ لماذا أتيت من هذا الوقت؟ أريد الملك. يا إلهي هيا تعال معنا. سيدي ماذا هناك؟ هناك رجل يريدك على الباب. حسنا دعه يدخل. حسنا سوف نقول له أن يدخل. لحظة قليلة لأضبط نفسي، يمكنها الآن الدخول. أدخل. اذهبوا قليلا. حسنا. لماذا أتيت إلى هنا؟ لقد طردتك أنا من العمل. أريد أن أعطيك شيئا ولكن بشرط واحد. تطلب مني أنا الملك بشرط واحد؟ ماذا تريد؟ سوف أعطيك قدرا هدية مني لي. وماذا سوف أفعل بهذا القدر؟ هيا قل لي. انصرف، سوف أقول لك مدى عجائب هذا القدر. وبعد أخبار الملك، هذه هيا اذهب. لكن لا تريد أن أعمل عندك؟ أولا أريدك أن تحضر الرجل الذي قال لك عن هذا القدر والذي أخذته منه. هيا بسرعة. حسنا حسنا يا سيدي. وبعد مجيء الرجل الثاني، خير يا مولاي، ماذا تريد؟ أنت، أريد أن أقول لك شيء. ماذا تريد؟ أريد أن أقول لك من أين أحضرت ذلك القدر؟ ما الذي أتى عنده هنا؟ أحضر لي هذا الرجل، ولكن لا تعرف. أنت جاري؟ لماذا فعلت ذلك؟ إن زوجتك أتت وأخذته مني على أساس أن تطهو الطعام تعطيه للملك؟ من أمر لك بذلك؟ أصمت أنت، لا أريد أن أتكلم. اصمت، لا أريد أن أتحدث.
ها لم تكن تريد أن تعطيني إياه؟ كيف يعمل هذا القدر؟ ولكن إذا قلت لقد نبهتني الشجرة أن لا أقول لأحد كيف يبدي. يا إلهي لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف. إن عندما كنت أبدأ وأقول له هيا أشتغل كان يعمل، عندما أقول له كفى إنه كاذب. قل الحقيقة. أنا أقول الحقيقة. حراس. نعم يا مولاي. هيا سوف تقول لنا أم نقطع رأسك. أوه يا إلهي ما أدخلني بتلك الورطة يا إلهي. أنا قلت لكم الحقيقة. أن يجب علي أن لا أخون الأمانة. قالت لي الشجرة أن لا أقول لأحد. كيف يعمل ذلك؟ لا أعرف. أقسم لك أنني أقسم أنني لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف. حسنا اذهبوا به. لا هيا لقد فعلنا الواجب، اذهبوا. أنت تستحق ذلك، لم تريد أن تقول لهم؟ نعم استحققت ذلك، وأنت سوف أطردك من العمل ولن تأتي عندي. هيا اذهب. يا إلهي بس هيك حنكون وصلنا لهذه الحلقة. أتمنى تكونوا استمتعتوا وحبيتوها. إذا حبيتوها لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا هاشتاج حنة توثيق الألعاب لـ60,000 مشترك. ويلا باي.